السلام عليكم متابعينا الكرام، مرحبا بكم. أراد أن يغتصب فتاة ميتة بالقبر، شاهد ماذا حدث له. سبحان الله. ولكن قبل أن نبدأ، اثبت وجودك بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تنسى الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو ليصلك منا كل جديد بإذن الله. أراد أن يغتصب فتاة ميتة بالقبر. نعم، في قصة حقيقية وغريبة ومؤلمة جدا حدثت لعائلة عرف عنها حب الخير والدين والالتزام بتعاليم الإسلام. فالوالد عابد لربه، ذاكر لتعاليمه، بارا بوالديه، وأنشأ أولاده على الدين السمح والمحبة والتعاطف مع الغير فيما يرضي رب العالمين. وبيوم من الأيام توفيت ابنتهم البالغة من العمر 21 عاما قبل أن تتزوج، ليتقبل الأب الحنون مصابه بكل صبر ورضا من رب العالمين. ولكن ما الذي حدث بعد ذلك؟ شاب أراد أن يغتصب فتاة ميتة بالقبر. الفتاة الميتة عرف عنها الصلاح والدين والخلق الجميل، ولكن قدرة الله فوق كل شيء، حيث توفيت إثر سكتة قلبية مفاجئة، وتقبل الأهل جميعهم هذا المصاب. ومن المعروف إكرام الميت دفنه، وتم دفن ابنتهم بعد صلاة المغرب على الرغم أن وفاتها كانت قبل الظهر، وتم الدفن في الموعد. وتركها أهلها بعد أن دعوا لها بالثبات عند السؤال، واستقبلوا العزاء بعد العشاء. وفي هذا الوقت شعر والد الفتاة بالتعب الشديد، وتعذر لأبنائه والمعزين وأخبرهم أنه مرهق كثيرا ويحتاج إلى النوم. وتم ذلك، ولكن ما حدث أثناء نوم والد الفتاة، جاءته ابنته بالحلم الحق علي، وهي تستنجد بوالدها وتقول الحق علي. استيقظ الأب مفزوعا من الحلم الحق علي، وقرأ القليل من القرآن الكريم، وعاد للنوم مرة أخرى، واعتقد أن الوضع طبيعي بسبب حزنه على فقدان ابنته. ولكن عادت إليه ابنته من جديد في الحلم وكررت نفس الكلام، ليستيقظ الوالد من جديد مفزوعا ويقول إن ابنتي تعذب ولكنها كانت ملتزمة ومن أهل الخير، فما الذي يجري؟ وجلس يفكر ما الذي يجب أن يفعله، ولم يهدأ باله، لذا قرر الذهاب إلى قبر ابنته. وكانت المفاجأة أن قبر ابنته مفتوح والجثة غير موجودة. وبحث في المكان يمينا ويسارا ولكنه لم يجد أحدا، والوقت متأخر ولا يوجد أحد في المقبرة. ولكنه لمح أن غرفة الحارس بها نور، وهو من جنسية باكستانية، فذهب إليه مباشرة. وعندما دخل للغرفة تفاجأ الأب أن العامل هذا يحاول أن يفك الكفن الذي به ابنته، فأوقفه مباشرة واتصل على الشرطة التي أتت على الفور لتحقق مع الرجل، ليتبين فيما بعد أنه كان يرغب أن يزني بها والعياذ بالله. فيا الله، كيف أنه يحمي أحباءه في الحياة والممات؟ نسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا في الجنة وأن